شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. بين يدي هذا البحث نطرح على أنفسنا سؤالا يقول: لماذا خلق الله الإنسان؟ هذا السؤال ألح على ذهن البشرية منذ قديم الأيام، وقد تعددت الإجابات على هذا السؤال. الفلاسفة أجابوا على هذا السؤال بنحو معين، والعرفاء أجابوا على هذا السؤال بنحو آخر، والمتكلمون من الأشاعرة أجابوا على هذا السؤال بنحو ثالث. ولكننا في هذا اليوم لن نتلمس الإجابة على هذا السؤال عند الفلاسفة، ولن نتلمس الإجابة على هذا السؤال عند العرفاء، ولن نتلمس الإجابة على هذا السؤال عند المتكلمين من الأشاعرة، وإنما نتلمس الجواب عند أفضل من يمكن أن نجد عنده الجواب، وهو الله رب العالمين. الله تعالى هو أفضل من نجد عنده الجواب
على هذا السؤال. يقول الله سبحانه: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني الله تعالى لماذا خلق الإنسان؟ الله تعالى هو بذاته يجيب على هذا السؤال في هذه الآية ويقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني الله تعالى خلقنا نحن البشر لكي يرحمنا. وهنالك حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم، إني لم أخلقكم لأربح عليكم. خلقنا لا يعود بفائدة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لتربحوا علي. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: إن الله سبحانه وتعالى لم يكتف بخلق الإنسان للرحمة، وإنما أيضا هيأ له وسائل تحقيق هذه الغاية، وهذه قضية مهمة جدا. الله خلقنا للرحمة وهيأ لنا وسائل تحقيق هذه الغاية. هذا البحث له عرض عريض، وإذا واحد يراجع علوم الطبيعة، العلوم التي تتناول الطبيعة وعلوم الأحياء، إذا واحد يراجع هذه العلوم يجد العجب العجاب. هذا العجب العجاب منطوي تحت آية واحدة: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الوسائل التي يحتاج إليها كل كائن الله أعطاه. الطير يحتاج إلى وسائل معينة، يجب أن يكون له شكل معين. هذا شكل الطيور لم يخلق عبثا، هذا الشكل المعين بهذا المنهج المعين، هذا الذيل بهذا النحو، هذا المنقار بذلك النحو. اختلاف شكل المنقار من طير إلى آخر ومن حيوان إلى آخر، هذا مو عبث. احنا هالشكل نشوف هذه الظواهر ونمشي. وراء كل ظاهرة من هذه الظواهر علم يقف أمامه العلماء مذهولين. لماذا الآية تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هذا بعد من أبعاد الآية الكريمة. واحد كلما علمه يكون أكثر ولو في هذه الحدود، يعني علم الطبيعة، يعني علم الأحياء، يجد أنه أمام قدرة علمية لا تحد، وأن كل كائن تحكمه معادلات علمية معقدة للغاية. الآن بعد ألوف الأعوام البشر ما مكتشف جميع هذه المعادلات العلمية الدقيقة،
ويمكن إلى بعد 100 مليون عام إذا كان للبشر عمر، البشر لا يكتشف جميع هذه الأبعاد. أمام العالم يقف أمام معادلات علمية دقيقة للغاية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه للاستفادة من الوسائل التي أتاحها الله له. فإذا في الواقع الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات، خلق البشر للرحمة، وهيأ لهم ثانيا وسائل الاستفادة من هذه الرحمة. البحث الثالث، هذه الوسائل وسائل الرحمة، وسائل تحقيق الرحمة تختلف، وهذه الملاحظة تهمنا في هذا البحث. بعض هذه الوسائل وسائل للرحمة المحدودة، العين وسيلة للرحمة، الله سبحانه وتعالى جعل هذه العين، وحقيقة هذه العين نعمة عظيمة. إذا واحد لا سمح الله يصاب بشيء في عينه يعرف قدر هذه النعمة، ولكن هذه العين وسيلة للرحمة المحدودة، رحمة محدودة. إذا واحد فقد هذه النعمة والعياذ بالله، فقد شيئا من الرحمة، فقد جانبا من جوانب الرحمة المحدودة، أي نعمة من النعم المادية أنتم تفرضونها في الإنسان، إذا واحد والعياذ بالله فقدها، فقد وسيلة من وسائل الرحمة المحدودة. ولكن هنالك وسيلة جعلها الله تعالى طريقا إلى الرحمة غير المحدودة. إذا واحد فقد تلك النعم الأخرى، النعم المادية، فقد نعمة محدودة، ولكن إذا فقد هذه النعمة أو فقد الرحمة فقد كل شيء. وهذه النعمة وهذه الرحمة هي رحمة وجود الهادين إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى رأس هؤلاء وفي قمة هؤلاء هو خاتم الأنبياء محمد هذه الرحمة التي من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. أنا ما أتذكر في آية، وما أظن أكو في آية من آيات القرآن، أن الله تعالى من على البشر بنعمة مادية، يعني من عليهم بالطعام أو بالشراب أو بما أشبه ذلك من هذه النعم المادية المحيطة بنا. ولكن عندما تأتي هذه النعمة، الله تعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله امتن بهذه النعمة وامتن بهذه الرحمة، لأن إذا واحد فقد هذه النعمة، نعمة هداية الأنبياء، نعمة هداية الأئمة، فقد كل شيء. يعيش 80 عام 100 عام في هذه الدنيا ويخسر حياته. إذا واحد ربح هذه الدنيا وخسر نفسه ماذا ربح؟ إذا واحد خسر كل شيء وربح آخرته. المسيح من الناحية الظاهرية خسر كل شيء، ما كان عنده شيء في هذه الدنيا أو كثير من الأشياء، ولكنه ربح آخرته. الإنسان الذي ربح حياته الباقية ما خسر شيئا، والإنسان الذي ربح كل شيء ولكن خسر حياته الباقية لم يربح شيئا. الآن ما كانوا معنا أفراد، الآن تحت التراب، انتهى وراحوا، كل شيء انتهى في هذه الدنيا، ذلك المال، تلك العظمة، ذلك المجد، العلاقات الاجتماعية كلها راحت، انتهى. الآن هم تحت التراب أو تحولوا إلى تراب. فإذا في الواقع هذه وإن كانت نعم وإن كانت وسائل للرحمة، لكن رحمة محدودة. أما وجود النبي صلى الله عليه وآله، هدي النبي صلى الله عليه وآله، وجود الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، هذه هي النعمة التي لا قيمة، لا تقدر بقيمة. الله تعالى في هذه الآية التي تلوناها يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجود النبي رحمة، وجود النبي نعمة. هذا هو البحث الثالث. البحث الرابع: إن هذه الرحمة رحمة عامة، وإن كان الجانب المهم من هذه الرحمة رحمة الحياة الباقية، الدلالة على الحياة الباقية، هذا هو المهم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله رحمة عامة، رحمة تشمل الدنيا والآخرة، رحمة تشمل الرجل والمرأة، رحمة تشمل الصغير والكبير، ورحمة تشمل المؤمن والكافر، حتى الكافر. الكفار تنعموا برحمة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الظاهر من كلمة العالمين، أو لعل الظاهر، أنه رحمة لجميع العوالم، رحمة للإنسان، رحمة للنبات، رحمة للجماد، رحمة للمؤمن، رحمة للكافر.
احنا نذكر في هذا البحث بعض نماذج الرحمة في سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله كإشارات. أولا، الرحمة مع الأعداء، وهذه قضية مشكلة جدا. العدو يثير الحقد في الإنسان، الإنسان يفقد أعصابه ومشاعره أمام العدو، ما يتمكن يتحكم. لا نجد فاتحا في التاريخ كان رحمة على أعدائه. الفاتح عندما يجي مشحون بالحقد والغضب والغيظ، احنا احيانا نشوف الطفل في البيت يثيرنا، طفل شوية يأذي يتجاوز حدوده، اي حالة تحدث فينا واحد يريد يدمر هذا الطفل. العلماء يسمون هذه الحالة حالة التشفي. امرأة قبل يومين او 3 أيام، وهذه النقطة يجب أن ينتبه إليها المؤمن، عندما يثارون واحد ما يتمكن يتحكم في أعصابه. امرأة عندها طفلة 3 أعوام قبل كم يوم في بعض هذه المناطق، الطفلة تبكي تؤذي، هاي تنفعل، المؤمن ينفعل لكن يتحكم في انفعاله. هذا تقوى تتحكم فيه، يريد أن يهجم، يريد أن ينتقم، ولكن التقوى تمنع. ولذلك أكو في الحديث المؤمن ملجم، يعني أكو لجام عليه، أكو كابح يكبح انطلاق. هذه المرأة في لحظة انفعال تدفع هاي الطفلة، وإذا بالطفلة تصطدم بالجدار، رأسها يصطدم بالجدار، يصير فيها النزيف في المخ وتسقط ميتة، طفلة عمرها 3 أعوام. الآن هذه المرأة في المخفر. الإنسان شنو يصير فيه في هذه الحالة؟ هو الذي قتل طفلته. حقيقة واحد يجب أن يلاحظ وأن يفكر. وحاولت الانتحار في المخفر حزنا على ما فعلته، هذه هي النتيجة. أنا أقول إحنا، واحد في قوم إجاني أحد الشباب المؤمنين قال أنا قتلت طفلي، بيدي طفلي الرضيع، نقلت لكم القضية قبل فترة. قال كان الطفل بالبيت قام يبكي يبكي يبكي، أنا أخذته ورميته على القاع، مات. الآن شنو أسوي؟ وما حد ما يعلم بهذه القضية حتى زوجتي. إحنا أمام طفل، أمام الزوجة، واحد يجي إلى البيت زوجته تثيره بغير حق، يأخذها ويرميها أرضاً ويضربها إلى أن يشفي حقده. فكيف إذا واحد يكون أمام عدو كافر فاسق فاجر قتل المؤمنين حاول قتله، يتمكن واحد؟ أكو فاتح في التاريخ تمكن أن يتمالك أعصابه، أو قال أبيدوا ودمروا واقتلوا؟ هذا منهج اليهود اللي كان في التاريخ كثيرا ما، القتل والإبادة والتدمير. يقولون موسى في توراتهم المحرفة قتل ودمر، قتل الأطفال وأحرق البلاد، هذا موسى في توراتهم المحرفة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله في معركة أحد قتلوا عمه، قتلوا أصحابه. لاحظوا هذه الرحمة، لاحظوا هذا القلب الكبير. هاجموه،
شجوا وجهه المبارك، سالت الدماء على وجهه وبدنه، فشق ذلك على أصحابه، هذا أفضل الخليقة، وقالوا هل لا دعوت عليهم؟ ادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا، ثم رفع يديه أو دعا الله سبحانه وتعالى، ما أدري أكو رفع يديه في الرواية أو لا، المهم دعا الله، قال: اللهم اهدي قومي، الله يهديهم، اللهم اهدهم. واعتذر لهم، مو فقط دعاء، فإنهم لا يعلمون. جهل ذولا، ما يدرون، ما يفتهمون، مثل طفل يأذي في البيت، الأم تريد تضربه أو الأب، والأم تقول له هذا جاهل ما يفتهم. دعا لهم واعتذر لهم، أكو في التاريخ هكذا؟ أكو عندنا؟ النبي صلى الله عليه وآله في فتح مكة في العام العاشر من الهجرة، النبي هو الحاكم وهو النبي، دخل الكعبة، دخل مكة فاتحة، وأخذ يطوف حول الكعبة. واحد من المشركين يقال له فضالة، قال: هذا خوش وقت، وقت المطاف، زحام، إذا واحد يريد يقتل واحد في المطاف قضية هينة، منو يفتهم؟ قال: أفضل وقت أجي أقتل النبي في هذه الحالة ونتخلص منه. فجاء وأخذ يقترب إلى النبي صلى الله عليه وآله في المطاف بهدف قتل النبي، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وقال له: أأنت فضالة؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله تعالى. فضالة قال. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله أو ضحك، في الرواية مكتوب ضحك، لعل ضحكه كان التبسم كما يظهر لعله من بعض الروايات، فضحك أو تبسم صلى الله عليه وآله وقال: استغفر الله. هذا هو، واحد يريد يغتال رئيس الدولة، انتوا شوفوا هؤلاء الذين أرادوا أن يغتالوا هذا الرجل، قتلهم، أباد قراهم، دمر عائلتهم، لأنه أراد. النبي قال، ضحك في وجهه وقال له: استغفر الله. ثم جاء ووضع يده الكريمة على صدره، على صدر فضالة، يقول فضالة: فما رفع يده حتى كان أحب خلق الله إلي. هذا الموقف، هذا الحنان، هذا الوضع، لعل النبي صلى الله عليه وآله استخدم ولايته التكوينية أو لا، ما كانت ولاية تكوينية، هو هذا الموقف من رسول الله بهره. هذا العدو الذي يريد الاغتيال يتحول النبي صلى الله عليه وآله إلى أحب الناس إليه، رحمته بأعدائه، رحمته بعبيده وإمائه. هذا مشي كلش مشكل، شيئان مشكلان، الرحمة بالأعداء جدا مشكل، الرحمة بالضعفاء جدا مشكل، ضعيف. الإمام الحسين صلوات الله عليه ك
كأن الرواية هالشكل، في يوم عاشوراء ضم الإمام السجادة إلى صدره وقال له هذه وصاياه الأخيرة: يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. واحد ضعيف فقير خادم قدامه ما إلها ظهر، واحد يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. امرأة وصيفة النبي صلى الله عليه وآله بعثها بحاجة، في حاجة، فأبطأت عليه. واحد إذا صار متساهل، صار كريم، ما أخذ يشدد، الناس يتجرؤون عليه. هذا واضح، أنتوا بكرة ويا خادمكم ويا سايقكم شوية طول مجال يتجرأ عليكم، واضح هذا. أما إذا عاملتوا بروح صدامية يخاف منكم. ليش؟ منو إحنا؟ إحنا بشر. واحد رجل كبير يجي فقير إليه فيعرض بوجهه عنه. في الآية: ولا تصعر خدك للناس. الصعر مرض في عنق البعير، عندما يصاب بهذا المرض رقبته تلتوي هالشكل. تشوف واحد قاعد وفقير دا يكلم هالشكل، دا يبارك هذا بي صعر، هذا رقبته ملتوي. فقير، كان من الممكن الله يجعلني أنا فقيرا أيضا مكانه، أنا عبد أمام الله وهذا عبد، منتهى القضية. ما تريد تلبي حاجته، يقول الله إن شاء الله يفتح عليك، الله إن شاء الله يعطيك الخير، الآن ما أقدر، إذا واحد ما يقدر إن شاء الله في وقت آخر. ليش؟ لأنه ضعيف، لأنه ما الملجأ، لأن الله أعطاني شوية فلوس أخذ هذه الحالة، أنا عبد وهو عبد أيضا. وصيفة، واحد إذا شوية الطمجال عبيدة يتجرؤون عليه، خادمة يتجرأ عليه، سائق يتجرأ عليه. جيد، وصيفة بعثها النبي صلى الله عليه وآله لحاجة. فرعون ما كان واحد في التاريخ، كثير أكو فراعنة، لكن ما بيد شيء. يطي ملك مصر يتبين أنه فرعون أيضا، ما عنده ملك مصر يتفرعن على خادم، هذا متفرعن أيضا، يتفرعن على زوجته أو الزوجة تتفرعن على زوجها، هذا نوع من التفرعن أيضا، يتفرعن على طفله الصغير اللي لا يملك وسيلة ولا دفاع. فأبطأت عليه، فجاءت بعدين النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية قال لها: لولا خوف القصاص. هذا شيء مهم، منطلق مهم في المؤمن، بمجرد ما يريد يتخذ موقف أكو آخرة، أكو الله، كيف أجيب الله تعالى؟ هذا هواي مهم، الاعتقاد بالآخرة، تذكر الآخرة عندما واحد يهمه بشيء لا يرضي الله. فقال: لولا خوف القصاص، أو لا، أو لولا القصاص لضربتك بهذا المسواك، مو بالعودة، مو بالبوكس واحد يضرب زوجته، لا، بهذا المسواك الشكل. حتى هذا ما يسوي النبي صلى الله عليه وآله. رحمته مع المرأة، نذكر هذا النموذج، ما أظن أكو بالتاريخ نظير لهذه القضية. النبي صلى الله عليه وآله طلع من المدينة، إيش قد النبي أوصى بالمرأة؟ النبي يقول في حديث: جلوس الرجل مع عياله، هؤلاء اللي يشتغلون من الصبح إلى آخر الليل، يرجعون بالليل ساعة ثنتين من الديوانية أو من أعماله، جلوس الرجل مع عياله أحب إلي من الاعتكاف في مسجد هذا. لو تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، إيش قد ثواب عند الله. لو اقعد ويا عائلتك كم دقيقة، احكي وياهم، اضحك وياهم،
تمازح وياهم، اسأل أحوالهم، طفل عندك أنه وين أنت، شنو تقرأ كذا، هذا أحب إلى رسول الله من الاعتكاف في مسجد رسول الله. لاحظوا هذه الرحمة. النبي صلى الله عليه وآله طالع من المدينة، دا يروح إلى وين؟ إلى مكة في العام أظن 10 من الهجرة أو قبله، وصل إلى ذي الحليفة. ذي الحليفة يعني مسجد الشجرة، يعني أبيار علي، اللي المؤمنين عادة عندما يروحون إلى المدينة يحرمون من مسجد الشجرة. قديما كانت تفصلها عن المدينة فاصلة، الآن على ما أتذكر وقعت داخل المدينة، لأن المدينة كبرت وتوسعت. كانت معه امرأة النبي، وفي الرواية أكو وكان معه جمع كثير، كم ألف كان ما أدري، جمع كثير كاتب. كانت معه امرأة فولدت في مسجد الشجرة، وهذه المرأة هي أسماء بنت عميس، ولدت منه؟ ولدت محمد ابن أبي بكر. أسماء كانت زوجة أبو بكر المشهور، فولدت النبي صلى الله عليه وآله ومعه هذا الجمع، منتهى القضية، منتهى الرحمة، يقول لجماعة من النسوان ابقوا وياها، ولكن يمكن يظل في خاطر أسماء شيء. النبي راح وهي بقت، ممكن فد هذا الخاطر، فتوقف النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الشجرة، وتوقف معه جميع المؤمنين. ليش؟ لأن امرأة ولدت. أكو عندنا واحد في التاريخ فعل مثل هذا العمل؟ الرحمة بالعدو، الرحمة بالأيتام، الرحمة بالصغار، الرحمة بالمرأة، الرحمة بالكافر، الرحمة بالمؤمن، الرحمة بالحيوان، الرحمة بالنبات، حتى بالنبات، رحمة للعالمين. يوم الأربعاء القادم على ما في التقويم يصادف مبعث نبي الرحمة. صلى الله عليه وآله. من الجدير أننا نحيي هذا اليوم، يوم الأربعاء القادم، احتفاء بذكرى هذا النبي العظيم الذي من الله تعالى به علينا. أيضا هنالك مناسبة أخرى، وهذه المناسبة في يوم الاثنين القادم. يوم الاثنين القادم كما في التقويم ذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام الكاظم صلوات الله عليه، استشهاده. أهل البيت أيضا كالنبي صلى الله عليه وآله كانوا منبع الرحمة، لذلك في دعاء الجامعة نقرأ في صفاتهم صفات كثيرة، من جملة الصفات والرحمة الموصولة. أحد رجال الدين كاتب كتاب جدا لطيف، ولعله يعتبر إبداع عن هذا الكتاب فيما رأيت. زيارة الجامعة أكو تشكيك حولها، من قال هذه الزيارة واردة كذا، بعض يشككون. هذا الرجل كتب كتاب
يقول أن فقرات الزيارة الجامعة وحدة وحدة ما أخذها فقرة فقرة، واستدل عليها بروايات السنة قبل الشيعة، يعني فقرة فقرة أخذوها، هذا وارد في كتب علماء السنة، السنة يعتقدون بهذه الأشياء، فكيف يأتي شيعي ويشكك في هذه الزيارة؟ راجعوا تحت هذه الفقرة والرحمة الموصولة يذكر روايات من كتب العامة تدل على أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الرحمة الموصولة لهذه الأمة. نذكر شاهدين صغيرين جدا من حياة الإمام الكاظم. الشاهد الأول، وهذا الشاهد فتح للفقهاء بابا فقهيا، إذا تراجعون العروة الوثقى في بحث مبطلات الصلاة تجدون هذه المسألة معنونة. الإمام الكاظم صلوات الله عليه في يوم من الأيام كان يصلي وكان واقفا، فرأى شيخا. شلون رأى؟ واحد يرى بالاختيار. انتوا إذا واقفين دا تشوفون تربتكم، ما تشوفون اليمين والشمال بالاختيار؟ تشوفون لو ما تشوفون؟ قال تشوفون، العين لها مدى، مو أن الإمام كان يطالع، لا، وإنما الطبيعي واحد يشوف. هذا إلى بحث آخر ما علينا الآن به. فرأى شيخا يريد في حالة أن يتناول عصاه، فالشيخ شايب يعني قاعد يريد أن يتناول عصاه. هذا تعليم إلنا حتى نتعامل مع شيوخنا بهذا المنهج. في حديث إن الشيخ في أهله كالنبي، إذا واحد شايب في بيتكم هذا يجب أن يوقر، ينبغي أن يوقر كما يوقر النبي. الشيخ في أهله كالنبي في أمته. فرأى هذا الشيخ يريد أن يتناول عصاه، ما يقدر، كأنه كلمة ما يقدر مو موجودة بالرواية، لعله يمكن. الإمام توقف عن صلاته، يعني إذا كان يقرأ توقف، وانحنى وأخذ العصا وناولها للشيخ، ثم قام وأكمل صلاته. الإمام الكاظم. إحنا أيضا يجوز لنا أن نفعل هذا العمل، راجع العروة الوثقى في بحث مبطلات الصلاة، إذا شفت فد واحد شايب، امرأة عجوزة تريد تتناول حاجة ما تقدر، دا تقولون إياك نعبد، واحد يسكت ثم ينحني يأخذ تلك الحاجة يناولها، ثم يقوم ويقول وإياك نستعين، ما بيشكال. هذا تعليم للرحمة، هذا أولا. الرواية الثانية أن أحد الأصحاب الحسن ابن الجهم، هذا رجل من الثقات، النجاشي موثقة، الشيخ الطوسي موثقة، الحسن بن جهم يقول قلت لأبي عبد للإمام الكاظم لا تنسني من الدعاء، فقال الإمام وهل تظن أني أنساك، أو من أين علمت أني أنساك؟ فقلت أنا فكرت في نفسي، قلت أنا من شيعتهم والإمام لا ينسى شيعته من الدعاء، فقلت له إنني من شيعتك وإنك لا تنسى شيعتك من الدعاء. الإمام قال تعلم شيء غير هذا؟ قلت لا. فقال الإمام وهذه نقطة مهمة، انظر ما لي عندك تعرف ما لك عندي. واي مهم هذا،
احنا ايش قد علاقتنا بالامام الحجه صلوات الله عليه؟ كم نتذكره؟ هو خو ما انسان، هذا واضح. لو كان قد نسينا لاصطلمنا الاعداء واحاطت بنا اللاوى. ما انسان، ولكن كم نذكره، كم ندعو له كل يوم، كم نترقب ظهوره. حقيقة عندما ندعو للإمام الحجة ندعو من أعماق قلوبنا، لو في الدعاء هالشكل: انظر ما لي عندك تعرف ما لك عندي. هذه أيضا رواية. كنا نريد أن نتحدث في فصل آخر حول أننا إذا عرضنا هذه المظاهر، مظاهر الرحمة النبوية على العالم، لدخلوا في دين الله أفواجا. الناس ما يعرفون، ولكن الوقت ضاق فنكتفي بهذا المقدار. أما المسألة الشرعية، هذه الأيام أيام العمرة، العمرة الرجبية، وآية لها فضل عند الله. الناس في بقية البلاد، في كثير من البلاد، يتعبون، يركضون، يحاولون بشق الأنفس، وكثير منهم ما يتمكنون. تبقى هذه الحسرة في قلوبهم أنه في عمرهم مرة يرحون للعمرة. الله تعالى هيأ لنا هذا في الأحاديث: إن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل. يعني الحج إيش قد إلى ثواب؟ العمرة الرجبية لها ما يتلو ذلك الثواب. فمن الجدير بالمؤمنين أن يحاولوا أن يذهبوا إلى هذه العمرة، أو يحاولوا أن يذهبوا إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، ويعزونه باستشهاد والده. إذا واحد راح إلى المدينة وأراد أن يحرم من مسجد الشجرة ثم يذهب إلى مكة، فالقضية محلولة. إذا واحد ذهب من هنا إلى جدة ومن جدة إلى مكة، بإمكانه أن يحرم من جدة بالنذر. يعني يقول: لله علي. هاي لله علي مهمة، لأن بها ينعقد النذر. يقول: لله علي إذا وصلت إلى جدة سالما أن أحرم من جدة. فإذا وصل إلى جدة يحرم من هنالك، يلبس ملابس الإحرام ويلبي وينوي، ثم ينطلق من جدة إلى مكة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.